بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، كم هو عدد ألوان الطيف الضوئي؟ كلنا يعلم أن عدد الألوان هو 7، تبدأ بالأحمر وتنتهي باللون البنفسجي. سبحان الله الذي خلق الألوان هو الذي أنزل القرآن، لذلك هذا الخالق العظيم الذي خلق 7 ألوان في الكون جعل كلمة ألوان تتكرر في القرآن كم مرة؟ 7 مرات بالضبط. سبحان الله، شيء عجيب. لو بحثنا عن كلمة ألوان وألوانه وألوانكم بكل مشتقاتها نجدها قد تكررت بالضبط 7 مرات بعدد ألوان الطيف الضوئي. هذه الحقيقة أيها الأحبة تأتي اليوم لتشهد على أنه كلام الله.